يعني كانت أول مرة يعملوا حاجة زي كده في الساحة الرياضية وفي الملاعب. من أحسن الحاجة اللي هم اختاروها، يعني الحاجات اللي اختاروها هنا في الملعب في الاستاد، وكانت أجواء زي العسل يعني. كتير جميل، وحسيت شعرت يعني كنت كتير مبسوطة عشان رأيت كل المسلمين مع بعض وبيتكلموا مع بعض وبيصلوا مع بعض. حسيت بالأمان وأنا مع مين الناس زيي. الله 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 الله.